سيدتي سادتي، مرحبا بكم في حصة الكرة الأوروبية، هذه الحصة التي خصصناها ليورو 2016 الذي يقام هناك بفرنسا كالعادة. وغير جديد علينا أن نستقبل الدكتور والخبير والزميل أحمد شوبير. أولا سيدي مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجماعة اللي معنا هنايا والناس اللي تشاهد فينا، نقول لهم صحة، رانا في الصحور، نقول لهم صحة صحوركم، أي الصحور راه قريب، نقول لهم صحة صحوركم. شكرا لك سيدي. موضوع اليوم خصصناه إلى مباراة للمباراة التي ستقام بين المنتخب الالماني ونظيره الايطالي من الدور ربع النهائي تحسب كاس امم اوروبا تقام هناك باليورو. ما هو توقعاتك لهذه المباراه سيدي؟ مقابله تكون صعيبه، خاطش عليها الماتش يكون صعيب. نعرفوا الطليان ثقافه تاعها في اللعب، نعرفوا الالمان ثقافه تاعهم في اللعب، لي زارمون عندهم اللعب تاعهم لعب جماعي، لعب كيما يقول لك لعب كلاسيكي، لعب عادي تاعهم، يلعبوا لعب عادي، ما عندهمش كيما يقول لك نجم واحد اللي تاكلين عليه هو اللي يدير الفرق، عندهم نجوم في الفريق تاعهم. كيما يقول لك لي ايطاليان شناهم كي لعبوا كونت اسبانيا، كي لعبوا في الهجوم راهم غير بشويه يقلعوا ديك ثقافه الدفاع. في الدفاع هما الغريزة تاعهم يكونوا رابحين بلا ما تفيق، يعاودوا يولوا لك للدفاع. بصح حتى هنا راهم يدخلوا في المقابلة، يدخلوا بلعب محلول، شنا ماهم يدخلوا بلعب محلول، شنا بالك غدوة ان شاء الله مقابلة اللي غادي نشوفوا مقابلة مغلوقة، نشوفوا من طرف الايطاليين يلعبوا لعب مغلوق، خاطش علاه راهم عنده دو جوار وقيلا راهم بليسين ولا ما عادش تايلا، غادي يدخل دو جوار اللي علاه قلت لك لعابه عنده زوج تاع بليسين اللي كان يبني بهم اللعب، راهم وقيلا مبليسين ولا ما عادش والله ما على بالي ما شفتش مليح. بصح على حسب الراي تاعي راهم عنده زوج تاع الناس اللي كان يبني عليهم اللعب، راهم مبليسين ما غاديش يلعبهم، بالك يبدل الخطه، تغيير الخطه تاع وهي وين مليحه في ايطاليان، عندها الديفونس تاعها راهم في خمس سنين ولا يلعبوا في رحبه، يلعبوا في جوفنتوس. شكرا لك سيدي. على لاعبي ايطاليا هذه المره ان يقدموا افضل ما لديهم حتى تكون حظوظهم في التاهل الكبيره، لانهم سوف يلعبون ببساطه امام المنتخب الالماني هو الافضل على الاطلاق في الوقت الراهن على المستوى الاوروبي او ربما حتى على المستوى العالمي. شوف حنايا من بكري من نسمعوا طليان مع الالمان، عمرنا سمعنا باللي الناس ترشح طليان باش تربح الالمان، والعكس مثلهم حنا شناها كيما هكا، خاطش علاه فانيك طليان دير حسابك ربحت كيما يقول لك الشامبيون دوروب، ربحت اسبانيا، مالغري اسبانيا اللعب تاعها راه مكشوف، الناس يتعرف اللعب تاعها كاع، يعرفوا نقطة الضعف نقطة القوة تاعهم، يعرفوا كيما قلنا شنا لي ايطاليان اللي ما خلاوش اسبانيا تلعب، ما خلاوهمش يبنوا اللعب تاعهم، خاطر الطليان الاسبان يلعبوا اللعب تاعهم، يبنوا اللعب تاعهم من تحت، شناهم وين تمركزوا لهم في خط الوسط وين ما خلاوهمش يلعبوا كاع اللعب تاعهم. غدوه ان شاء الله تشوف طليان، تشوف فانيك باللعب الدفاعي تاعها واللعب الهجومي راهي تنوع في اللعب تاعها، عندها لعب تقليدي لعب عصري كما يقول لك كره شامله، رانا نشوفهم شنا كنت اسبانيا فانيك نهضروا على لا نهضروا اسبانيا، شنا كنت اسبانيا لعبوا تيكي تاكا، شناهم يلعبوا تيكي تاكا على هذيك، رانا كونتر الالمان عمرنا نسمعنا باللي الالمان الطليان يرشحوها باش تربح الالمان، شناها في 2012 دومي فينال وي كانوا مرشحين الالمان، عشت الالمان فايتها فينال، شنا وين طليان اللي بدا دير مفاجاه قدام فرق كبيره، شنا 2006 دومي فينال الالمان كوب دي موند الالمان طليان شناهم فانيك كي خرجوهم في الدومي فينال، طليان كيما يقول لك نجمو نقولوا الشبح الاسود لالمانيا، نجمو نقولوا الشبح الاسود لالمانيا، لابات نوار تاع الالمان، خاطش علاش شنا الدومي فينال في بلادها خرجتها كوب دي موند، شنا الدومي فينال تاع 2012 شناها مي خرجتها الدومي فينال، تما نجمو نقولوا لابات راهي لابات نوار تاعها، دروك مشي الالمان تخاف، مشي الطليان خايفين من الالمان، راهي يضربك الالمان خايفه من الطليان حسابيا، تدخل في النفسيه تاع اللعاب الالماني. شكرا لك سيدي. حيث قرانا في صحف ان المنتخب الايطالي يثقون جدا في قدرتهم وعازمون على الفوز على المنتخب الالماني، ولكن لا ننسى ان المنتخب كما سلفنا الذكر ان المنتخب الالماني هو قوي في هذه الفترات القليله او السنين الماضيه الى وقتنا الحالي ايضا. راه جايب ثوب بطل العالم،
بصح ما تنساش فانك نظن انايا كيما يقول لك الطريقه تاع اللعب المميزه نهضروها تبيتو الناس الطريقه المليحه اللي تلعب بها طليان وين ترجع؟ ترجع للكانوتي المدرب الايطالي اللي جاب شحنه جديده اللعابة شناهم كي يشحنهم شنا لي زيطاليا راهم يلبوا بروح قتالية أكثر من الجيل الأجيال اللي فاتت راهم يلبوا بروح قتالية وهذا اعتراف كما يقول لك اعتراف من الديناصور اعتراف من بزاف لعابة قدامى راهم يعترفوا باللي قال لك راهم يلبوا بطريقة هجومية وراهم يلبوا بشراسة في اللعب بصح شتي هي لهذي يرجع الفضل للمدرب اللي جابوه كانوتي وخاصة أن المنتخب الإيطالي سوف يدخل بمعنويات مرتفعة وذلك بفوزه في الدور الثاني على المنتخب الإسباني حيث أن حتى أن المنتخب الألماني أو المنتخب الماشات هو أيضا يملك في صف العديد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في صورة خضيرة وشفايشتاينغر وغيره من اللاعبين سيد صح هذا شوف نجوم قدام لا فولونتي تاع اللعاب مشتي اذا بغات يكون لك يكون ميير جوار ما تكونش عنده لا فولونتي ولا ادفيرسير تكون عنده لا فولونتي يا ويربحك لا فولونتي هي فانيك لا فولونتي واللعب الجميل هي اللي يدير الفرق لازم انت اذا عندك 11 جوار لا كرواتي مي تبقى تشوف فيها مودريتش تشوف منه ميليو تاع صبا تاع البارسا ميليو تاع الريال يلبوا فيه رحبه ويمدوا انت شنو تقول بلي غادي هادو غادي يوم ما يدوها بصح مي مكاش لا فولونتي اللعاب ما عندوش الشخصيه تاعه تروح له فوق الميدان شويه صعيبه ما تكونش احنا يلا المال كي ديناها 120 دقيقه بلا فولونتي بلعاب يكون عنده حب الفوز حب اظهار الشخصيه اللعب تاعه بصح لي زيطاليا جاو راهي عندهم ثقافة جديدة كانوتي هذا اللي دخلهم ثقافة جديدة دخلهم يشحنهم كل واحد كل مدرب عنده الطريقة تاعو اللي يتعامل بها مع جواره يعرف كي يدخلهم في المقابلة يعرف منها تنجم تقول غادي نشوفوا بارتية معقدة شوية الألمان طليان مقابلة شوية صعيبة ما تكهلهاش خاطر علاه الالمان التاريخ تاعها وطليان التاريخ تاعها هذيك ما غادي تسمح في التاريخ تاعها وهذيك كيما شغل واحد راجل مع راجل كل واحد وعنده شخصيه تاعو واحد ما يبغيش ما يسمحش في الشخصيه تاعو والاخر ما يسمحش في الشخصيه تاعو كل واحد وعنده كلمته اللي يقولها في المقابله شكرا لك سيدي هذه المرة سوف تكون مأمورية جد صعبة أمام هجوم المنتخب الألماني وعلى المدرب والناخب الوطني الألماني لوف إيجاد ثغرات في وسط الدفاع الإيطالي الذي يمتاز بتكتلات دفاعية قوية ومستميتة سيدي شي قلت لك ساعة قلت لك بلي طليان وين راهي مليحة عندها لي ديفونسير تاعها تنجم تقول راهم في 5 سنين يلعبوا في جوفنتيس يعرفوا روحهم كي يبلعوا على لي زاتاكون يعرفوا روحهم وين يخلوا المساحات روحهم لصاحبه يعرف كي المعامله تاع الكات والسانك يعرفوا الطروا مع الدو يعرفوا المعامله غارديا فانيك وين جوفنتيس تما لا ديفونس بها بالغارديا تاع جوفنتيس راهم في 3 سنين 4 سنين 5 سنين يلعبوا في رحبه يعرف بلا ما يشوف فيه يعرفه وين راه الكات مع السيك بلا ما يشوف يعرف واش راه يخدم خدمته واش تايا لا عندهم نظره على كيما يقول لك عندهم نظره على لاطاك لا ديفونس راه يقول لك احسن هجوم الدفاع احسن دفاع الهجوم فهمني ايضا ستشهد هذه المباراه اكبر حراس عمالقه في وقتنا هذا بين والمنافسة تكون بين بوفون ونيوير فمن الذي سيكون افضل في رايك احنا شنو بوفون راه يدير في صوالح خارقة للعادة اللي راه انقذ طليان من هزائم كبيرة من لي ماتش نيل انقذ بزاف شنا لي ماتش توالا شناهم كي شادير كونت سبانيا البرومي تور شناه شادير عفوا شنا هذا الكارديا مازال يقدم في كل عام مهم يقولوا مات يقدم الحاجة لطليان إضافة للفريق تاع إيطاليا ونيير كيما يقول لك فانيك حارس فانيك ممتاز حارس اللي غادي تشوفه خاطر عليه مادام ايكيب تكاليفي مادام جوار يزيد يطرطق مادام هادو لي كارديا يزيدوا يبانوا خاطر عليه هذه كارديو فينال ماشي سهله
شكرا لك سيدي. وقت الحصة قد انتهى، ما هو تكهنك لنتيجة هذه المباراة؟ نتيجة صعيبة لقيت خويا، والله لا انا تبان لي غادي طليان تربح. بنتيجة؟ نتيجة تكون صغيرة 1-0 2-1. شكرا لك سيدي. كلمة أخيرة توجه إلى محبيك. محب عندنا إهداءات غادي نهديها للشيخي الشيخي العقبي تاع مغنية ذو ناس مغنية، وبلال وناس قوات القوة البحرية، وكاع الارمي والحمايه المدنيه وكاع الامن تاع الجزائر. شكرا لك يا ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج. شكرا لك سيدي، في حصه قادمه ان شاء الله. صح يا خويا صح.